يعيش الجو. في مرة من المرات بقى، في من سيربح المليون، بيسأله واحدة عدد الأسنان اللبنية كام، وكان 125,000 ريال. اتصلت على صديقة، الصديقة دي كانت دكتورة أطفال، ادتها الرقم غلط، ادتها رقم السنان غلط. فهنقول لكم احنا دلوقتي جايز حد يتصل بيك، او جايز انت تتحط في نفس الموقف وتبقى مستقبلك واقف على التيسنج ده. في عندنا حاجة، اول ما الطفل بيبدأ يطلع سنان، اسنان لبنية اسمها ميلك تيث او ديسيدوس تيث، الاسنان المؤقتة دي. الاسنان المؤقتة او اللبنية دي يا دكتور سموها ميلك تيث لانها هي الاسنان اللي هتطلع في بق الطفل في فترة ما هو بيرضع لبن، فعشان كده سموها ميلك، مش سموها ميلك عشان هي فرجال وضعيفة، عليكم السلام، لانها في فترة النيرسنج، فترة الرضاعة. طبعا الارقام اللي عند حضراتكم هنحاول نحفظها مع بعض. الاسنان اللبنية عددهم 20 سنة، عددهم 20، 10 تحت و10 فوق. لو قسمنا الوش بالنص كده يا جماعه، قسمنا عدد الاسنان دول على تربع، كل ربع هيبقى فيه خمسه، خمسه يمين وخمسه شمال تحت، خمسه يمين وخمسه شمال. الخمسه دول عباره عن سنترال انسيزور، لاترال انسيزور، كاناين، ثم فيرست مولر وسكند مولر. مولر اللي هم الطواحن يعني، اللي هم الضروس يعني. خمسه وخمسه 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 يبقى 20. السنترال انسيزور اللي بيطلع هنا بيطلع من 6 شهور ل 8 شهور، ده رينج من 6 ل 8. اللاترال انسيزور من 8 مكتوب عندك ل 11، خليها ل 10 عشان الامور تبقى سهله. من 6 ل 8، ثم اللي جنبه من 8 ل 10، نط الكناين وهات الفيرست مولر، هتلاقيه من 10، من 10 ل 16، وبعدين ارجع تاني للكناين هتلاقيه من 16 ل 20، وبعدين تعالى في الاخر هتلاقيه من 20 الى 30 مانث. الارقام دي هي اللي موجوده في كتاب الاسم للاسف الشديد، كتاب الاسم اللي كان موجود السابق وموجوده في نيلسون بالشكل ده كده. عايز تحفظها بقى، احفظها باي شكل يروق لحضرتك. هي كده كويسه، 6 8 8 10 10 16 16 20 20 30. بس خد بالك بس، انت هتنط ايه؟ هتنط الكمان وبعدين ترجع له تاني. عددهم 20. الحاجات اللي بتبقى في المانديبولر، المانديبولر تيث اللي هو اللور جو تيس، بتسبق الابر جو دايما، تحت يبدا قبل فوق، ماشي، بيبقوا كومبليتد. الافريج بتاعهم، الافريج بتاعهم ان هم يبداوا عند 6 شهور ويبقوا كومبليتد كافريج، مش كابسولوت ليميت، كافريج عند 24 شهر، لكن زي ما قلت لك ممكن توصل ل 30 شهر والطفل يبقى ايه، لسه ما طلعش كل سنانه. امتى نقول ان في ديلي تيسنج؟ لو الطفل اتاخر في التسنين عن 13 شهر، دي مكتوبه عند حضرتك تحت، يعني المفروض يبدا عند 6. لو الولد وصل ل 13 شهر وما طلعش، اقول ان في ديلي تيسنج وابدا ادور على الاسباب بتاعه الديلي تيسنج. السكندري تيس او البيرمننت تيس دي هي الاسنان الاسنان بقى اللي هي البيرمننت اللي هتقعد في بق الطفل لحد ما يموت. بتبدا في الطلوع عند 6 سنين، يعني تخيل ان السنان دي اللبنيه بتتنها في بق الطفل لحد ايه؟ ده المينيمم انها تتنها لحد 6 سنين، ده ممكن تقعد اكتر من كده، ممكن تقعد اكتر من كده. اول سن، كل ما سنه بتيجي تطلع يا جماعه تروح طارده السنه اللبنيه اللي ايه، السنه اللبنيه اللي كانت موجوده مكانها. هنا احنا كنا بنتكلم في الاسنان اللبنيه على 20 سنه، 10 تحت و10 فوق. لا، هنا انت حضرتك هتتكلم على 32 سنه، يعني واضح ان زاد كام، 12 سنه زياده. ال 12 سنه الزياده يا جماعه، ال 12 سنه الزياده هم زادوا ناحيه المولرز، زاد 2 بري مولر على كل ناحيه، 2 بري مولر هنا و2 هنا و2 هنا و2 هنا، وادي 8. عليكم السلام، عليكم السلام. زاد 8 بري مولر، وزاد كمان 4 مولرز، 4 مولرز اللي هو سن العقل اللي احنا بنحكي عنه، اللي هو الثيرد مولر اللي بيطلع ورا ده، زاد 2 تحت و2 فوق، يبقى 4، 4 و8 12. يبقى ال 12 دول لما تحطهم على الميلك تيس يبقى العدد التوتال 2، 32 سنه. هيبداوا ازاي؟ نبدا من ورا، من عند الفيرست مولر عند 6 سنين، اطلع للسنترال انسيزور 7، لاترال انسيزور 8، كل مره بننط الكناين هننط بواحد يبقى 10، فيرست بري مولر 11، 12، 13 سكند مولر، ثم ضرس العقل 22، او اللي هو الويزدم تيث، الويزدم توث بيسموه 22. الارقام دي مش للحفظ على فكره، يعني انا رايي الشخصي ان الارقام اللي قدام حضرتك دي جاست انك انت تقراها بس تبقى عارف انهي واحد اللي بيبدا الاول، هو الفيرست مولر. هنا الفيرست مولر عند سن 6، 6 سنين. الكلام اللي بين الكلام اللي تحت الاسنان هو ده اللي بتحفظه على اليمين وعلى الشمال. عدد البيرمننت تيس 32، التيسنج بيبدا عند سن 6 سنين بالفيرست مولر،
الايربشن عاده بيفولو اكسفوليشن مباشره او ياخد ايه 3 4 شهور وبعدين يبدا يحصل ايربشن. يعني الميلك تيست اكسفوليت الاول يعني تقع وبعدين الفيرمنت تطلع بعد كده. تعالوا نختصر القصه دي على بعضها. ميلك تيس عددهم 20، فيرمنت تيس عددهم 22. في الميلك تيس بتبدا باللور جو ثم الابر جو، بيبقوا كومبليت بيبداوا عند 6 شهور ويبقى كومبليت الافريج عند 24 شهر. الناحيه الثانيه عددهم 32 بيبداوا عند 6 سنين. الايربشن عاده بيفول اكسفوليشن يا مباشره يا ايه بعد لاجنج بيريود من 3 4 شهور. التيفنج بروبلم مش كلها مطلوبه مننا، الاولانيه فقط هي اللي مطلوبه وبعد كده دي معلومات عامه، بقيت الصفحه معلومات عامه. الديلي تيسنج مهم جدا وعلى فكره وبيجي لك كتير قوي في عيادات الاطفال، امه تقول لك ابني متاخر في التسنين، هنقول لها ابنك يتاخر في التسنين لو وصل ل 13 شهر وما طلعش ولا سنه. رغم ان المفروض يبدا عند 6 شهور، صح؟ لا، بندي نفسنا ليميت لحد 13 شهر ممكن يطلع فيه. اسباب الديلي تيسنج هي كلمه ماكرو اتش. ماكرو اتش دي كلها مجموعه امراض هندرسها ان شاء الله، معظمها هتدرس بعد كده. ده مجرد اختصار لمجموعه الامراض دي: المونجوليزم، اكوندروبليزيا، كريتينيزم، ريكت، اوستوجينيس امبرفكتا، ثم الهايبوبيتيتاريزم او الهايبوبارافيرودزم. ماشي، كلمه ماكرو اتش. وعليكم السلام. ماكرو اتش، اتفضل يا دكتور. دي الاسباب الاساسيه يا جماعه الجنراليزد ديزيزز اللي هي ممكن، الجنراليزد ديزيز اللي ممكن تعمل ديلي تيسنج، وغالبا هيبقى لها مانيفستيشنز اخرى في الجسم مش بس ديلي تيسنج، ده في اعراض كتيره هتدرس ان شاء الله في كل واحد على حد. احيانا يبقى في لوكال كوزز، واللوكال كوزز دي مش شغلتك انت، ده شغل الدكتور السنان. سوبر نيوميراري تيس، اوفر ريتيند تيس، سيست حاجه بس وقفت كده في سكه الايه؟ في سكه التيس انها تطلع. الكلام اللوكال ده مش موضوعك، ده دكتور الاسنان اللي يتصرف فيه. لكن الجنرالز كوزز دي قصتي انا، لان دي امراض انا اللي المفروض ان انا اشخصها كلها. الاشهر حاجه تعمل ديليت تيسنج هي الايديوباثيك، بعد ما تعمل اكسكلوجن للجنرالايزد كوزز، وبعد ما تعمل اكسكلوجن دكتور السنان يعمل اكسكلوجن لللوكال كوزز. يبقى ده يا جماعه اللي مطلوب مننا في حته التيسنج، البلوكين اللي تحت من الكلام ثم الجزئيه بتاعت اسباب الديلي تيسنج ايه. الكلام اللي جاي بعد كده معلومات عامه. هل ينفع يا دكتور في حاجه اسمها الولد بيسنن فعنده اسهال وسخن ومش عارف ايه؟ الكلام ده كله هاف نو ريال كورليشن ويز تيسنج. مكتوبه قدام حضراتكم الجمله اللي قدامك دي، انا نقلتها نص من نيلسون وفرفار، حطيتها قدام سعادتك. عارفين فرفار ولا مش عارفينه؟ نيلسون ده اشهر كتاب على مستوى العالم امريكي الجنسيه، فرفار هو اشهر كتاب اطفال على مستوى العالم اوروبي الجنسيه انجليزي، اسمه ارنيل اند فرفار، اسمه حلو ظريف حتى. تيسنج بينز لما بيطلع سنه يا دكتور اللي لسه بتوجعه، مفيش مشكله ممكن نديله باراسيتامول كانالجيسيك، ممكن نديله حاجه يعضعض فيها، عضادات اللي هي الحاجات بلاستيك، حاجات بتبقى رابري كده بنجيبها من الصيدليه، حاجات بتبقى كلين الطفل يقعد يعضعض فيها، بتساعده شويه ان هو يعمل كاونتر اريتيشن، هيقلل البين اللي موجود عنده. في تيسنج جل، حاجات زي الاوروفار او انا مش متذكر اسماء كتير عشان بس ما انتهش. تيسنج جلز وخلاص. في طفل ممكن يبقى عنده كونجنتال اكسترا تيس او كونجنتال ميسنج تيس، يعني عنده سنه ناقصه او عنده سنه زياده، واعتقد حضراتكم بتشوفوها كتير، حتى الاكسترا تيس دي ممكن تدي ديسفيجرمنت معين. الميسنج تيس ممكن ما تاخدش بالك منها، انا شخصيا ابني عنده اكسترا ميسنج تيس، يعني واحنا بنعد كده لقينا في واحده ناقصه، هتبقى كونجنتال فيري كومن وما فيش منها اي مشاكل. لا لا خلاص مالهاش روت فما فيش. في اكسترا فوليشن، طفل بيوقع سنانه بدري، الاسباب بتاعتها مهمه بس مش مهمه ليك انت، لان الامراض بتاعتها في منتهى الخطوره. لو طفل عنده مرض اسمه هيستيوسايتوزيس اكس، ده نوع من انواع المالجنسز بيجي في الهيستوسايت، اسمه كده هيستوسايتوزيس اكس، حاجه شبه اللوكيميا كده بس بتيجي في الهيستوسايت، او مناعه ضعيفه زي السايكليك نيوتروبينيا، اطفال النيوتروفيلز بتاعتهم بتقل كل شويه، لما بتقل بيحصل لهم انفكشنز في الجم، لما يحصل انفكشنز في الجم تروح الفتيس واقعه، لما يحصل اباتز هنا في الجم تروح الفتيس واقعه، او ممكن يكون السبب تروما، حد اداله بوكس، حد مش عارف عمل له ايه، وقع على وشه فالايه الفتيس وقعت قبل ميعادها. بريماتور تيسنج، في اطفال عليكم السلام، في اطفال بيتولدوا بسنان سموها نيتال تيس، النيتال تيس دي غالبا بتبقى لوز وبتحتاج ان يتعمل لها اكستراكشن وتتريم، لان الطفل ممكن يعمل لها اسبيريشن. ماشي، مرض اسمه دانكريفلد سندروم مش عليه، واخر حاجه برضو الكونجنتال سيفلس مش عليه. الصفحه دي يا جماعه نختصرها في الاتي فقط:
الكومنت اللي على الكومنت اللي على الديسيدوس تيس او الميلك تيس والكومنت اللي على البيرمننت تيس بلس كوزز اوف ديلي تيسينج بس، الباقي ما تقراهوش على مسؤوليتي الشخصيه. اقرا فقط الكومنت اللي على التيسينج، ولما نيجي على التيسينج بروبلم ناخد فقط الديلي تيسينج بس. لازم تتشال في ايه؟ لا عارف انا الكلام ده. الاهم ان التيسنج الفونتانيلا، الطفل بيتولد يا جماعه العظم بتاع السكال بتاعه بعيد عن بعضه، بعيد عن بعضه بسوتشرز وبعيد عن بعضه بفونتانيلز، مساحات من الكارتلج كبيره عشان تدي حريه ومساحه للبرين اللي موجود جوه ان هو يكبر براحته. الطفل بيتولد بسته فونتانيل، اثنين انتيرو انفيريور واثنين بوستيرو انفيريور، ادي اربعه، واحد انتيرو فونتانيل من فوق واحد بوستيرو فونتانيل من ورا. اللي يهمني انا في الاطفال الاثنين دول، دول كلينيكال سيجنيفيكانت، الانتيرو والبوستيرو فونتانيل، لكن الاربعه التحتانيين دول دول بتوع الشرعي، الطب الشرعي مش محتاجهم انا في حاجه. عادة بالنسبة للبوستيريو فونتانيل الطفل بيتولد بيه مقفول، الكلام ده بقى قاتل في الكلينيكال وفي الريتم، الكلام بتاع الفونتانيلز ده. البوستيريو فونتانيل نورمالي كلوزد ات بيرث، أو ممكن يبقى مفتوح بس بشرط يكون أقل من نص سنتي ويقفل خلال شهرين. متفقين؟ طب لو لقيناه يا دكتور أكتر من 1 سنتي أو ما قفلش خلال 4 شهور حتى لو كان أقل من 1 سنتي، يبقى ده ابنورمال. والابنورماليتيز بتاعته ممكن يكون الطفل اتولد قبل ميعاده بريماتشور، فالطفل لما يتولد قبل ميعاده بيتولد بمعظم السكال بتاعته بتبقى كارتلج، ما حصلوش اوستيفيكيشن كويس جوه لان اتولد قبل ميعاده طلع بدري. او لو كان عنده انكريز انتراكرينيال تنشن الضغط جوه عالي، فالضغط لما يبقى عالي يقعد يبعد الايه السكال بونز عن بعضها فيديك ان الكارتلج دي مساحتها تبقى كبيره. او الولد عنده سيستميك ديزيزز بقى في صوره كيراتينيزم او مونجوليزم، المونجوليزم اللي هو الداون سندروم اللي هناخده ان شاء الله بعد كده، والكريتينيزم اللي هو الهايبوثايرويدال. واهم واحده من دول كلينيكال سيجنيفيكانت، اهم واحده من الاربعه دول اللي انت لازم تبقى اوير واورينتد بيها هو الكريتينيزم. لان ان شاء الله لما نيجي ناخد الكريتينيزم هقول لك ان الطفل اللي عنده هايبوثايرويدزم ماست بي دايجنوزد في اول 3 شهور من عمره. هتقولي طب وايه يعني لما اشخصه في اول 3 شهور من عمره؟ لان لما اجي اقول لك ان الطفل اللي عنده هايبوثايرويدزم بيبقى عنده فيري فيو ساينز، يبقى كل ساين هتلاقيها في الطفل ده مهمه، لان الواد مش عنده بقى علامات كتيره تقدر تشخصه منها، ده 4 5 علامات، والاربع خمس علامات دي كان بي اوفرلوكد ما تاخدش بالك منه. من ضمن العلامات دي وايد بوستيريور فونتانيل ما ننساهاش. ليه مطلوب منك انك تشخص الهايبوثايرويديزم ايرلي؟ لانك انت لو عديته 3 ل6 شهور الطفل ده ممكن وما عالجتوش الوقت ده يبقى منتالي ريتاردد. فاهم واحد من الاربعه دول مين؟ الكريتينيز. الانتيرو فونتانيل لو بصينا للرسمه هنلاقي ان البوستيرو فونتانيل عباره عن تريانجولار ان شيب، لكن الانتيرو فونتانيل لو ده وش الطفل كده مثلا، الانتيرو فونتانيل بتاعه بيبقى رومبويد ان شيب معين. ممكن نستفيد من الفونتانيل بقى يا جماعه من السايز بتاعه، الطفل بيتولد بيه 3 فينجر، لو حطيت صوابعك هنا كده تلاقيه ابعد مسافه من هنا لابعد مسافه من هنا 3 فينجر، كل 6 شهور يقفل فينجر، عند سن 6 شهور بقى 2 فينجر، عند سن 12 شهر بقى 1 فينجر، المفروض عند 18 شهر يكون ايه؟ قفل خالص. ماشي؟ يبقى اول كلينيكال فاليو للانتيريو فونتانيل اي كان اسس جروس منه، لما احط صوابع عليه بصوره طبيعيه وهو الفونتانيل ده كان طبيعي اقدر اعرف الطفل ده عمره قد ايه تقريبا. يبقى كان اسس هيلب ان اسسمنت اوف جروس. النقطه الثانيه لو حصل لخبطه في السايز بتاع الفونتانيل ممكن تيجي تحط صوابعك على الفونتانيل تلاقيه اكسترا اوردينري لارج، ممكن تيجي تحط صوابعك تلاقيه اكسترا اوردينري نارو ضيق صغير. الفونتانيل اللارج اسبابه تقريبا شبه اسباب الديلي تيسنج، هي كلمه ماكرو هيب زودنا بس اي بي عليها، وهي نفس الاسباب بتاعه الديلي تيسنج، مونجوليزم، اكوندروبليزيا، كريتينيزم، ريكتس، اوستوجيز امبرفكت، هايبو باراثايروديزم وهايبو بيتيوتاريزم، الهيب، الانكريز انتراكرينيال تنشن والبريماتيوريتي. ماكرو هيب. الكلام ده هنحفظه. ايه هي الامراض دي يا دكتور؟ هي امراض ان شاء الله سياتي ذكرها بعد كده بالتفصيل الممل عشان ما حدش يسالني فيها.
السمول فونتانيل فونتانيل تيجي تحط صابعك عليه تلاقيه المفروض مثلا يبقى 2 فينجر لقيته قافل، المفروض يبقى 3 فينجر لقيته 1 فينجر بس، ده نقول ان هو ايه سمول فونتانيل اكسترا اوردينري سمول فونتانيل، او نقول عليه بريماتور كلوجر قفل قبل ميعاده. هو ممكن يحصل مشكله لو الفونتانيل قفل قبل ميعاده طبعا، لان المفروض ان هو هو بيساعد لازم اكسبانسايل هيت سايز، لما يقفل قبل ميعاده بيقفل على مين جوه؟ على البرين، فممكن يخنقه ما يخليش البرين ياخد الحجم الطبيعي بتاعه. الاسباب بتاعته في مجموعه اسباب وراثيه بتخلي الفونتانيل يقفل قبل ميعاده، ما هذه مجموعه الاسباب يمكن هناخدها في النيورولوجي في اخر السنه ان شاء الله، حاجه اسمها كرينيو سينستوزيس. كرينيو سينستوزيس. وممكن يكون سبب ان الفونتانيل ده قفل قبل ميعاده يا جماعه ان البرين اللي جوه مش عايز يكبر. طالما انت ما انتش عايز تكبر انا تنيني مفتوح ليه بقى؟ ما تحول لعظم واقفل واخلص. ده اللي بنسميه مايكرو كيفالي. المايكرو كيفالي البرين هو اللي جوه، البرين اللي جوه هو اللي صغير مش عايز يكبر. الحاجة الثالثة الأطفال اللي عندهم هايبر كالسيميا والأطفال اللي عندهم هايبر ثايروديز. الهايبر الثايرويد هرمون اتفقنا إنها من الحاجات اللي مسؤولة عن الجروث بتاع السكيلتون. لو أنت قللت الجروث لو أنت قللت الثايروكسين يبقى الولد ده عنده ديلي بون إيدج، الولد ده العظم بتاعه ما بينموش بالشكل الطبيعي متأخر. لو زادت الثايرويد هرمونز العظم بتاعه يلحم قبل ميعاده. يبقى ادفانسد بون ايدج او العظم يلحم قبل ميعاده. هنا لو انت زودت عملت كونجنتال هايبر ثايروديز الولد ده ممكن العظم بتاعه يلحم بدري فتلاقي الفونتانيل قفل قبل ميعاده. نفس الكلام لو في هايبر كالسيميا الكالسيوم بيبقى ديبوزيت على المنطقه بتاعه الكارتليج اللي هنا فيتحول لعظم بدري ونلاقي الفونتانيل قفل قبل ميعاده. نورمال الفونتانيل واخد نفس الكونتور بتاع العظم اللي جنبه. سموث واخد نفس الكونتور. ممكن تلاقي الفونتانيل ده بلجنج وممكن تلاقيه سانكن. بلجنج معناها ان في انكريس انتراكرينيال تنشن من جوه، سواء كان انفكشن من انجايتس او انكفاليتس، سواء كان انتراكرينيال هيموريدج او سواء كان هيدروكيفلس، تجمع للسي اس اف زياده فتلاقي الفونتانيل ده بلجنج لبره وتنس، تنس وبلجنج. ممكن تلاقي الفونتانيل ده ديبريسد غصان او احيانا يسموها سانكن، سانكن مكتوبه؟ دي كلمه اشهر من ديبريسد. سانكن يعني غصان. سانكن فونتانيل دي في حالات الديهايدريشن ان بارتيكولار وفي حالات الشوك. الولد هو نازل من البيرس كانال، كان البيرس كانال ضيق. البيرس العظم بتاع السكال له صفه ان هو ممكن ايه يلم على بعضه ويوفرلاب على بعضه، يتلم على بعضه كده يعشق على بعضه بالبلد. لما الولد يتولد بعد شويه ممكن تيجي تحط ايديك ما تلاقيش الفونتانيل موجود، لكن بعد يومين ثلاثه اربعه يبدا السكال بونز اللي عشقت على بعضها دي تفك من على بعضها تاني وتحس الفونتانيل بعد شويه. فده بيقول لك اوفر مولدنج. اوفر مولدنج يعني تعشيق زياده لان الولد ده معدي من ناره تيرس كمان. او ممكن الطفل وهو نازل حصل شويه بروزس وشويه ايديما فلويد على حته من السكالب فتيجي تحط ايديك ما تحسش الفونتانيل، لكن بعد شويه على ما الايديما دي تختفي ترجع تحس الفونتانيل من تاني. فده ممكن يبقى برضه من الحاجات اللي ما تخليكش تحس الفونتانيل ادفيرس، يا اما اوفر مولدنج يا اما الكابوت ساكسيدينيوم اللي هو ايه التجمع المائي اللي بيبقى موجود على السكالب اثناء الولاده. فونتانيل فيتال من اسمها فونتانيل فيتال مفيش فيها اي حاجه. الاوسياس جروس. هل السكيلتون بتاعك بينمو بشكل طبيعي ولا ما بينموش بشكل طبيعي؟ نشوف كده. هل الطفل بعد ما بيتولد يا جماعه السكيلتون بتاعه كله بيبقى كارتلج؟ مطلقا. ده العظم بتاع الطفل بيبقى متكون بشكل طبيعي خالص، بس بيبقى الحته دي كلها عظم مثلا وبقيه الايه؟ نهايات العظم بيبقى معظمه كارتلج. بس ما بيبقاش كارتلج كله بنسبه 100%. بيبقى موجود حته عظم كده اللي هي بيسموها السكندري اوستيفيك سنتر موجود في نهايه العظم وحولها كارتريج. كارتريج ده دوره بس ان هو يسمح للعظمه دي انها تطول، والطفل ده بالتالي كل ما بيكبر كل ما العظمه بتاعته بايه؟ بتطول من خلال الكارتريج ده. الطفل بيتولد بخمسه اوستيفيك سنتر سكندري اوستيفيك سنترز بس. هو جسمه كله عظم زي ما اتفقنا، انا قصدي على نهايات العظم. نهايات العظم بيبقى فيه خمس اماكن هم اللي فيهم السكندري اوستيفيك سنتر دول. واحد في اللور فيمر، واحد في الابر تيبيا، وثلاثه في الفوت من تحت في التيلس والكيوبود والكالكينيا. يبقى الولد بيتولد بكام سكندري اوستيفيك سنتر يا دكتور؟ خمسه. خمسه بس. اثنين اراوند الني جوينت وثلاثه فين؟ في الفوت من تحت.
الثلاثه اللي في الفوت دول كلينيكال انسيجنيفيكانت، لكن الاثنين اللي اراوند النيه دول مهمين جدا، لانك لو انت عايز تطمن وتشيك على الطفل اللي لسه مولود ان نمو العظم بتاعه جوه كان 100 100، اعمل اكس راي على النيه. من المفترض انك انت لما تعمل اكس راي على النيه انك تلاقي تو اوستيفيك سنترز، واحد في نهايه الفيمر وواحد في الابر، في الابر ايه تبي. مفهوم كده ولا مش مفهوم؟ طيب لو انا عايز اشيك على البونجروس بتاعه بعد كده، يقول لك بص على حاجه اسمها الكاربال بونز، انت عندك 8 كاربال بونز، هم الولد بيتولد بهم كلهم كارتلج، يعني كلهم ما بيبقوش اوستيفايد، يبدا يعمل لهم اوستيفيكيشن بعد سن سنتين، بعد سن شهرين. عند اول شهرين اول عظمه يحصل لها اوستيفيكيشن، مش مهم اسمها ايه. على نهايه السنه الاولانيه يحصل له كمان اوستيفيكيشن لعظمه ثانيه، يبقى الطفل لما يقفل السنه الاولانيه يبقى عنده كام عظمه اوستيفايد من الكاربال بونز؟ 2. بعد كده يمشي عظمه في السنه. يعني عند سن سنتين يبقى عنده كام عظمه؟ 3. عند سن 4 سنين عنده كام عظمه؟ 4. عند 3 سنين 4. عند 4 سنين 5. عند سن عند 6 سنين يبقوا كام؟ 7. يحصل اوستيفيكيشن للسبع عظمات في اول 6 سنين يا دكتور، ونستنى بقى على العظمه رقم 8 يحصل لها اوستيفيكيشن عند 12 سنه. الكلام بتاع الشرعي. يبقى في السنه الاولانيه عنده 2، وبعد كده يمشي واحده بواحده عظمايه في السنه لحد ما يوصل للكاونت بتاع 7 عظمات، يقف ويستنى العظمايه الاخيره ان يحصل لها اوستيفيكيشن عند سن 8 عند سن 12 سنه. استفيد من الموضوع ده ازاي؟ عايز تعرف عمر الطفل اعمل له، الطفل كان طبيعي وعايز تعرف عمره ممكن تعرف عمره منين؟ من عدد الايه؟ الاوستيفيك سنترز اللي هنا. لو لقيت الطفل ده عنده 2 اوستيفيك سنتر يبقى في حدود السنه. عنده 2 يبقى هو بيلعب في السنه الثانيه. عنده سوري 3 بيلعب في السنه الثانيه. عنده 4 عظمات يبقى بيلعب في السنه الكام؟ الثالثه. يعني العظم بيبقى سابق عمر الطفل بايه؟ بواحد. العظم عدد العظم اللي هنا سابق عمر الطفل بايه؟ بواحد. طب انا عايز اعرف عمر الطفل بعد سن من سن 7 سنين لحد سن 12 سنه، كل ما تيجي تعد الكاربال بونز هتلاقيهم كام؟ من سن 6 سنين لحد سن 12 سنه كل ما تيجي تعد عدد الكاربال بونز هتلاقيهم كام؟ 7 7 7. يبقى انا في الزون ده كده في اللي هو الليت تشايلد هود ما بعرفش احكم على عمر الطفل من عدد الكاربال بونز خالص، لان كلهم هيبقوا زي بعض. يقول لك بقى بص على الفيوشن بتاع الابيفيسيز، الكلام اللي انتوا خدتوه في الشرعي. مش عارف الاولوكرينون بيلحم عند قد ايه؟ نهايه الفيمر دي بتلحم عند عمر قد ايه؟ السوتشر الفلاني في السكال بيلحم عند عمر قد ايه؟ خسرين الكلام ده من الشرع ممكن نلجا له. يبقى دلوقتي لما نيجي نجمع المواضيع على بعضها، عايز تعرف الطفل ده العظم بتاعه بينمو كويس ولا نمشي بالمراحل الاتيه. ات فيرست اعمل بلين اكس راي على النيه. بعد الولاده من السنه الاولانيه لحد السنه رقم 6 نعمل اكس راي على الريست. بقى من 6 سنين لحد 12 سنه في الليت تشايلد هود نعمل اكس راي على نهايات العظم عشان نشوف الفيوجن اوف ابيفيسيس. الكلام ده فيه حاجه غريبه ولا في اي حاجه غريبه؟ الكلام ده جه السنه اللي قبل اللي فاتت في امتحان اخر السنه كان اتكلموا على الاوسيوس جروس، ما كانش في اي حاجه خالص، كلام عبيط يعني. في حاجه مكتوبه عند حضرتك بيقول لك حاجه اسمها بون ايدج، اللي هي البون ايدج از ديترمايند باي، زي ما قلت لك نعمل اكس راي على النيه ات بيرث، نعمل اكس راي على الريست بداية من السنة الأولانية لحد سن 6 سنين، وهنا يطلع لك حاجة اسمها بون ايدج، العمر العظمي. البون ايدج يساوي ازاي تحسب سن الطفل من العظم بتاعه؟ كاربال بونز ناقص 1. مش الكاربال بونز كان بيبقى زايد عن عمره بسنة؟ زايد عن عمره بواحد؟ لما نيجي نحدد عمر الطفل نجيب الكاربال بونز عددها كام ونطرح منها واحد يديك سن الطفل ده. يعني لو الكاربال بونز مثلا سي 5 يبقى الولد ده سنه كام؟ 4. فاهم الشكل دي؟ احيانا تيجي المفروض تعمل اكس راي على الريست، المفروض ان الولد مثلا سنه سنه، تلاقي كام عظمه يا دكتور؟ جيت تعمل اكس راي لقيت فيه 5 اوستيفايد. العكس بتعمل اكس راي لطفل عمره سنه لقيت ما عندوش ولا بونه اوستيفايد اصلا. المره الاولانيه يقول ان في ادفانسد بون ايدج، والمره الثانيه يقول ان في ديليت بون ايدج. اللي يعمل ديليت بون ايدج اسباب في منتهى الخطوره، نقص في الجروس هرمون، نقص في الثيرويد هرمون هايبو ثيرويدازم، تاخير في البيوبرتي هايبو جونادزم، يعني التستس حجمها صغير او الاوفريز حجمهم صغير وبالتالي ما بيطلعوش سكس هرمونز كفايه، او الولد ايفن مش مشكله في الجونادز بتاعته مش هايبو جونادزم، ده اتاخر في البيوبرتي خالص وبالتالي السبارت والانكريز بتاع السكس هرمونز اتاخر،
فالعظم هو كمان النمو بتاعه يتأخر. الأطفال اللي عندهم كوشنج سندروم واللي عندهم نيوتريشن، الكوشنج سندروم معروف، أي أم بتيجي تروح لدكتور الأطفال، يا دكتور الدواء اللي أنت كاتبه لي ده فيه كورتيزون ولا ما فيهوش؟ أقول لها يا ست أنت خايفة، تقول لي أصل الكورتيزون بيخلي الأطفال دول إيه؟ قصيرين، لأنه بيعمل سبريشن للبون جروث عندهم. هيبقى عندهم ديليت بون إيدج. ده كمان بيعمل أوستيوبروزس على اللونج ران، يعني حتى العظم اللي هو ويل فورمد اللي اتكون وهو بيبوظه، الكورتيزون بيبوظه. الاطفال اللي عندهم امراض سوء تغذيه هندرس من ضمن الكاردينال فيتشرز في سوء التغذيه ان الاطفال دول عندهم جروث ريتارديشن، قصير وخاسس. قصير يعني العظم بتاعه متاخر في النمو بتاعه. يبقى اسباب تاخير النمو بتاع العظم يا جماعه هايبو بيتيوتاريزم اللي هي الجروث هرمون ديفيشنسي، هايبو ثايروديزم، هايبو جوناديزم، ديليد بيوبرتي، كلها حاجات الانابوليك هرمونز اللي بتظبط العظم متاخره او قليله، مفهومه؟ نقص في النيوتريشن بتاعه الطفل او زياده في الكورتيزون، الحاجه الزياده الوحيده اللي تخلي البون ايدج قليل هو الكورتيزون يا جماعه، لكن كله هايبو 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 هايبو، كلها حاجات بالناقص. جيب الحاجات دي واعكسها الناحيه الثانيه تديك الادفانتج بون ايدج. زياده الجروث هرمون، زياده الجروث هرمون اخدت حاجه اسمها جيجانتيزم، زياده الثايرويد هرمون ثايروتوكسيكوزس. الطفل دخل في بيوبرتي بسرعه بريكوشس بيوبرتي، بريكوشس بيبرتي دخل في بلوغ بسرعه فطلع اكسس سكس هرمونز بدري كتيره وطلعت بدري فسرعت الايه النمو بتاع العظم بتاعه. اخر حاجه سيمبل اوبيزيتي، دايما يا جماعه الناس اللي عندهم سيمبل اوبيزيتي بيبقى عندهم بريكوشس بيبرتي. الناس التخان ميلز او فيميلز بيدخلوا في بلوغ بدري عن الرفيعين، ماشي؟ يبقى هنا حاجات بالزياده وهنا حاجات بالنقصان. هو ده الجدول برضه اللي جه في امتحان دور قبل كده وطلب فقط من الطالب قال له كوز اوف ديليد بون ايدج، الاسباب السته اللي على ايدك الشمال. واللذيذ فيهم ان هم فيهم حته 1 2 3 4 6 5 هناخد حته غبيه بس مش هنحفظ فيها حاجه، معلومات عامه بس لازم نعدي عليها. حاجه اسمها جروس تشارت. جروس تشارت بيقول لك انتوا كلكم ناس لكم نفس العمر لكن متفاوتين في الجروس بتاعكم، فيكم التخين وفيكم القصير، فيكم التخين وفيكم الرفيع، في الطويل وفي القصير، لكن كلكم لكم نفس العمر وكلكم نورمال. يبقى لازم نوصل لحته يا جماعه ان الناس ممكن يبقى فيها نورمال فاريشن. نورمال فاريشن مش معنى ان انت ليك نفس السن لكن واحد قصير شويه وواحد طويل شويه وواحد تخين وواحد رفيع ان كل الناس دي اب نورمال، وان انا عايز ان عند كل سن يبقى في ستاندرد بقيم ثابته الانحراف عنها مليمتر واحد يبقى اب نورمال. الكلام ده مش صحيح. لجوا للجروس كيرفس على هذا الاساس. اشهر حاجه في الجروس كيرفس حاجه اسمها برسنتايل كيرفس. برسنتايل كيرفس ده بيقول لك احنا هنحط الناس النورمال ما بين كيرفين، كيرف فوق وكيرف تحت، ما بينهم نورمال رينج. القيم بتاعت حضرتك لو وقعت ما بين اعلى قيمه واقل قيمه يبقى انت في النورمال رينج، اقل من كده يبقى انت اب نورمال بالنقصان، اكتر من كده يبقى انت اب نورمال بالزياده، ماشي؟ الجروس كيرفز دي اتعملت ليه؟ عشان تعرفك النورمال فاريشن ما بين الناس وما بين بعضها، عشان تعرفك الجروس بتاع الطفل اللي قدامك ده انت تقدر تتوقعه. يعني انا لو حطيت الطفل على الكيرف عند سن سنه هنا يبقى انا متوقع انه بعد سنتين هيبقى هنا، بعد ثلاث سنين هيبقى هنا، بعد اربع سنين هيبقى هنا، يعني اي كان بريدكت النورمال جروث. ده انا اي كان بريدكت يا جماعه مش كده وبس، ده انا ممكن اكتشف الفروقات ما بين الولاد والبنات، ما بين مش الجندر اللي هو السكس وبس، لا، ما بيننا احنا في مصر وما بين الناس اللي في امريكا، ما بيننا احنا وما بين الناس اللي مش عارف كل ريس له باترن معين جروث اي كان بريدكت ات من الجروث كارثي. اشهر مثال زي ما قلت لكم اللي احنا يعني هيجي لنا في تعريفات كتير بعد كده هو البرسنتايل كيرف. قال لك احنا هنحط اكتر قيم طبيعيه للناس على قيمه متوسطه هنا في النص هنسميه 50 برسنتايل، ده الافريج المتوسط. لو طلعنا فوق شويه بالزياده نسمي كده 75 برسنتايل وده الاباف افريج فوق القيمه المتوسطه. ممكن نطلع فوق سنه كمان بكيرف تاني كده ونسميه 90 برسنتايل ونسميه هاي نورمال. هل ما بعد ال 90 ده يبقى اب نورمال؟ لا، لسه عندنا كيرف كمان احيانا يسموه 95 وفي احيان اخرى يسموه 97 برسنتايل وده الهايست نورمال. الهايست نورمال. اللي فوق ال 97 او ال 95 ده خلاص بقى اب نورمال بالزياده، ما فيش فيها كلام. ننزل تحت الافرج بشويه.
رسموا كيرف تاني سموه 25 برسنتايل، وقال لك ده بلو افريج تحت القيمه المتوسطه. ورسموا واحد تاني سموه 10 برسنتايل، ده سموه لو نورمال. ثم اللوست نورمال في بعض الاحيان يسموه 5، او في احيان اخرى يسموه الثيرد برسنتايل. مفهوم خاطئ عند بعض الناس، يقول لك ايه لو الواحد القيم بتاعته بتقع على 95 ده معنى كده ان 95% من البشر بيقعوا هنا. الكلام ده مش صحيح، بالعكس معظم الناس بتقع على ال 50 برسنتايل الافريج، وفي نسب من الناس الطبيعيه بتتنور حوالين الافريج مره لفوق ومره لتحت، لكن ما ايه لكن بيحدهم الحدود الايه الطبيعيه دي اللي مستحيل ان انت تتجاوزها. لو تجاوزتها بقيت انت انسان غير طبيعي. هديكم اكزامبل بالنسبه للوزن. المفروض ان وزنك يقع مثلا على 50 برسنتايل، انت كنت تخين شويه مفيش مشكله هتقع هنا، انت تخين شويتين هتقع هنا، يعني جسمك مليان وباين قوي ان انت مليان هتقع هنا، لكن ستيل يو ار نورمال، انت اكسبتد موافقين عليك رغم ان انت زياده شويه. لكن لو حضرتك جيت هنا بقيت اوفر ويت او اوبيز، خلاص يلزق فيك لقب اوبيز. تعالى ننزل تحت شويه، نزلت تحت ال 50 بقيت هنا يعني بقيت شويه رفيع، نزلت على ال 10 ده انت بقيت سليم، سليم يعني نحيف، نزلت هنا على ال 5 ده انت بقيت خلاص يعني اخرك كده ما ينفعش تخس عن كده بقى، انت ستيل نورمال لكن ما ينفعش تقل عن كده. قلت عن كده لا يا دكتور ده انت كده تبقى ايه عندك كاشيكسي، روح شوف بقى شوف لك حل. لو احنا جبنا حضراتكم كلكم حطيناكم على الكيرفات غالبا هنلاقيكم كلكم بتقعوا في النورمال رينجز، محدش موربد اوبيزيتي قوي يعني فوق، ومحدش سليم قوي يعني جلد على العظم يعني تحت، كلكم بتقعوا في النورمال رينج. يبقى فايده الجروس كيرف هنا يا جماعه، مش عرفنا النورمال فاريشن، عرفنا الفروقات ما بين الميل والفيميل، استفدنا ولا ما استفدناش؟ انا اي كان بريدكت، حتى مش بالنسبه لكم انتوا، بالنسبه لكم خلاص وصلتوا للستيدي ستيت اوف جروس، ما انتوش هتكبروا عن كده، اللي طول مش هيطول عن كده تاني، خلاص قفل العظم بتاعه على كده. انت ممكن تزيد او تقل في الوزن لكن طولك ثبت. لكن بالنسبه للطفل الصغير ده، طفل يا جماعه متزايد طول ووزن، انا ممكن اتوقع من الجروس كيرف السنه الجايه ده المفروض يجي له فين. الام عايزه تقول لي طب يا دكتور لما يبقى عنده 3 سنين يا ترى طوله هيبقى كام؟ هقول لها من القياسات بتاعتي وابنك واقع هنا كده اقدر اتوقع ان هو ماشي على الكيرف ده يبقى بعد شويه هيبقى هنا. ده لو ماشي بصوره طبيعيه هيبقى هنا. صح؟ لو حصل اي ديفيشن في الجروس كيرف بتاع الطفل يبقى اكيد عنده مشكله، انا اتتبع المشكله دي واوصلها واحلها. ممكن يكون ما بيتغذاش كويس. هلقط الكلام ده منين؟ من الجروس كيرف بتاعه. عشان كده انتوا كبنات ناصحين وكدكاتره ناصحين ورا اللي فيكم مش هيتخصص اطفال، لما تاخد ابنك توديه لدكتور اطفال يو ماست تشيك الدكتور ده هيديك كيرفات ولا لا، عشان تعرف ابنك ده هيمو بصوره طبيعيه ولا مش بصوره طبيعيه، ولا يقعد يكتب لك ادويه وميديكيشنز وانتي بايوتكس وخلاص. في قواعد بالنسبه للكيرفات دي انت ممكن تجيبها بسهوله، ان كل الناس الطبيعيين لازم يقعوا ما بين الثيرد او الفيفث سنتايل وبين ال 95 سنتايل عشان تبقى طبيعي. اي ريدنج اي قرايه هتقع ما فوق او تحت دي اب نورمال. هقول لكم على معلومه ثانيه ظريفه، مش كل البارامترز بتاعت حضرتك هتقع على نفس الكيرف، ممكن طولك بيقع على ال 95 برسنتايل لانك انت طويل، لكن انت خاسس يعني مش يعني طويل بس رفيع ماشي. فلما نيجي على الوزن بتاعك نلاقي الوزن بتاعك بيقع على ال 50 برسنتايل، دماغك كبيره شويه ممكن نلاقي دماغك واقعه على ال 90 برسنتايل. واضح ان مش كل البارامترز بتاعتك بتقع على نفس الكيرف، صح ولا غلط؟ مش بالضروره ان انت عشان تبقى مثالي طولك على 50 وزنك على 50 محط دماغك على 50 كل حاجه على 50 عشان تبقى مثالي، ما ينفعش، والا ما كانتش الناس اختلفت. يبقى مش كل البارامترز بتاعتك بتقع على نفس، بس في نقطه بقى، وانس ان بارامتر من عندك اختار كيرف معين لازم يثبت فيه. هيك الكونفرنس بتاعك اختار ال 50 يبقى لازم تمشي على ال 50 طول عمرك. ما هو ما ينفعش يا جماعه اشوفه النهارده الاقي دماغه كده، بعد سنتين دماغه كده، بعد سنتين مش دماغه كده، عمال يرقص لي بقى في الايه؟ لا هو ممكن في الوزن القصه دي بتحصل على فكره، الوزن اكتر حاجه بتتراقص. ليه مثلا؟ بالذات في الفيميل وزنها هنا، يعني في موضوع خطوبه وبتاع قال لها خسي نازله، واخد بالك؟ معلش ايه لما خطبت استقرت نفسيا ومعنويا بدات تاكل راحت زايده شويه، بقى بعد ما اتجوزت بقت موربد اوبيزيت دخلت في ديبريشن بعد ما طلقها راحت نازله. شايفين؟ لا مش ضحك والله بجد. شايفين الكيرف يا جماعه عامل يعمل ازاي؟ ده الوزن، لكن الطول صعب ان القصه دي تحصل يا جماعه. فخد بالك من مميزات الكيرفات كمان انك انت ممكن تلقط المرض بدري. القط انت في مشكله حصلت لك لما تيجي الوزن تلاقيه مره هنا ومره هنا ومره، لان انت حصل لك في الحته دي
حصل لك يوم كذا 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 في الشهر الفلاني حصل لك مشكله، ايه هي بقى المشكله اللي خلتك الكيرف بتاعك يعمل الحركه دي؟ ده يا جماعه الجروس كيرف اعتقد ان انتوا فاهمين الموضوع. في نوع تاني اسمه ديستانس وفلوسيتي كيرف وستاندرد ديفيشن كيرف، الكلام ده مش مطلوب منك خالص. اسماء بس، مش اسماء اللي معانا، اسماء الكيرفات. هقول لكم قصه في الديستانس كيرف عشان نقلب الصفحه دي خالص. بص يا دكتور، ايهما يتاثر بالنيوتريشنال ستيت بتاعت حضرتك، الطول ولا الوزن؟ الاثنين، بس بشرط طولك يتاثر بالنيوتريشنال ستيت على مدى فتره طويله، لان الطول ده مش سهل، ده زياده فيه محدوده. لكن وزنك ممكن يتاثر بالنيوتريشنال ستيت خلال 3 4 ايام. لو انت جيت صمت 3 4 ايام خالص، شوف وزنك هيبقى عامل ازاي. فعشان كده اقول لك ايه، ان لو الوزن لقيناه قل جامد جدا في حين ان الطول زي الفل، يبقى انت عندك ريسنت مال نيوتريشن. مال نيوتريشن حاصل لك اليومين دول. لو انت عندك طولك قل، لكن ما انا هقول لك الريت، مش الطول بيقل، الريت بتاعه هقول هفهمها لك دلوقتي. طول الطفل يا جماعه قل، هي الدكتوره سالت سؤال ظريف، ما هي بتضحك بس انا هفهمه لها دلوقتي. الطول يا جماعه اتاثر، بلاش قل، الطول اتاثر. ما الواحد مش هيكش فعلا، لكن انا بتكلم على الريت، مش بتكلم على ان الواحد كان طول وكش، لا بتكلم على الريت اوف جروث بتاع اللينس. الطول اتاثر والوزن بتاعك دلوقتي كويس، يبقى اكيد انت كان عندك مال نيوتريشن قعدت معاك فتره طويله زمان، لكن دلوقتي مش موجوده بدليل ان وزنك ايه؟ كويس. طب لو الاثنين اتاثروا، الطول متاثر والوزن كمان متاثر، يبقى كان في مال نيوتريشن ان ذا باست لفتره طويله وما زال المال نيوتريشن لحد دلوقتي. ايه قصه الطول اللي الدكتوره بتقول عليها؟ الطفل المفروض يا جماعه بيطول كده 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 كده. لو ريت لما اجي على طفل مثلا طول كده كده وبعدين جه فتره مال نيوتريشن ثبت شويه. ده هو ده النقص اللي انا اقصده. المفروض يطول لكن ما طولش. لكن ما فيش واحد مثلا طوله متر ونص حصل له مال نيوتريشن هيكش. ما بتحصلش دي، بتحصل في أليس ان وندرلاند بس. أليس من العجائب. في عندكم حاجة اسمها مورلي تشارت، دي ما كانت مكتوبة في كتاب الاسم العتيق، كتاب الاسم القديم. معلومات عامة. حد ضامن الظروف. يعني مورلي تشارت ده يعني ما. حاجه يعني غبيه كانت موجوده في الكتاب. اقول لكم على حاجه ظريفه، هنقفل بس الاول.